قوليه. دام طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم احمد قناة جيمر جايز. ان شاء الله اليوم راح نتكلم عن لعبة زومبي ارمي فول، لعبة من العاب البلس لشهر ابريل. طبعا اللعبة فيها اكثر من نظام، فيها نظام زي نظام السرفايفل انك تدخل راوندات في مكان معين تكون محشور فيه، حوالي تقريبا 15 راوند او تقريبا خلينا نقول 14 راوند او 15 راوند متأكد. بعدها راح تنهي الراوند اللي انت فيه هذا، او خلينا نقول مو راوند، خلينا نقول المكان اللي انت فيه، تطلع منه وتاخذ نقاط كاملة اللي انت جمعتها. تمام، يعني هم حاطين زي الحد في كل منطقة فيها 15 راوند، خلاص كلهم تقدر تطلع من المنطقة دي وتاخذ الاكس بي كامل معك بحيث انك تلفل الشخصية اللي عندك. تمام، هذا اللي هو النظام اللي هو هذا نظام قصة. تقدر تلعب انت وخياك، يعني انت هوست وتضم اخوياك معك، او تخش كويك ماتش ويدخلك على اي ناس ثانيين تفزع لهم زي كذا. تمام، او انك تلعب سول لحالك وتخلص القصه لحالك. صراحه القصه مو بذاك الزود، لكن بتنبسط فيها لان فيها نظام السنايبر زي ما شفتوا اول المقطع هذا. ففيها نظام التصويب احيانا، يعني بعض الطلقات تتحول الى سلو موشن ويجيبك ان الخصم قد قطع جسمه وزي كذا، فمره الحركه خرافيه جدا. ف اترككم مع اللعبه، قبل لا اترككم معها ارد زر اللايك، واشترك اذا ما كنت مشترك، فعل التنبيهات. مع ان الان متقدم في القصه، لكن ايش بوريكم يعني النظام حق اللعبه كيف. اوكي، طبعا عندك في القصه تقدر تسوي ابجريد للاسهل عندك. طبعا كل ما تلبش، انا لفلت لفل 10 الان، فاقدر اضيف تطوير ثاني للسلاح اللي عندي. يعني طبعا في انواع سنايبر كثير، لكن هذا اقواهم، لكن ابطا. اقدر الحين اختار الخاصيه هذه، تخلي في انفجار للطلقه، لكن انا افضل اني اقوي الطلقه نفسها، بتكون مره كويسه. فخلنا ايش هذا سكوب، تقوي الطلقه. ما يقوي الطلقه، ايش قاعده يعطيني زوم 8، ما هي زوم 8. هنا المخزن، يكبر المخزن عندي يصير كم. كتب لي هنا انه يعطيني رايت فاير، يعني خلي السناب من معي يطلق اسرع، وهنا تصير طاقة انفجارية اكثر. يعني ما طاقة انفجارية اكثر، مرة حلو. يس، جيب يابا جيب. طبعا هنا في سكنات للسلاح راح يطلعونها على الليفلات الجاية، فحتى عندك هنا شيء تكبر في السلاح يعني. وهنا نظام التصويب، تقدر تختار نظام التصويب اللي يعجبك او يجوز لك، فتنقي من بينهم النظام اللي يعجبك. يعني انا مخليه على النظام القديم، او خلينا نقول النظام هذا مره كويس. ف خلينا نروح الحين. طبعا عندك الاسلحه هنا تقدر تحول الى رشاش، او هذا الرشاش الثاني. طبعا كل ما تلعب انت كل ما طلعت لك، كل ما يطلع لك يعني اسلحه اضافيه، اسلحه زياده. حاليا الشت قدام حاط فيه خاصيه كهرب، يعني مره كويس. وهنا الاخير هذا الفرد الاخير، انا شكلي بحول ل الماجم، مع انه بطيء بس انه قوي، يعني يفيدني في بعض الاحيان. هنا عندي مع الليفلات طلعت البوكس الكهربائي، ولا الاساس عندك اللي هو السكينه هذه. تمام، وهنا عندك البوكات اللي انت تحتاجها كل ما تلفل في الشخصيه، او عندك في الليفل فوق راح تقدر تفتح اماكن للبوكات اضافيه زياده. تمام، طبعا هنا اخر شيء، هنا اخر شيء في هنا الشخصيات، تقدر تختار الشخصيات ذولي، نقي الشخصيات. طبعا هاي شخصيه طلعت جديده، فبنحط الشخصيه هذه، نغير المعنى نحطها الشخصيه هذه. والله لا، خلنا الشاب الجميل هذا. طبعا هنا انت كلمة تستكشف من بكثرتها راح تطلع قبعات، راح تطلع اشياء. حاول تنتبه للاشياء اللي حولك عشان تطلع اشياء اضافيه كثير. اوكي، طيب الحين وين نتجه؟ نستحت نروح عند النجمه. اوكي، فل هنا.
ايوه It's a ghost town. اللي بيشوفون الان انا عندي خاصيه كهرب مره كويسه صراحه، خصوصا مع كثره الطلق تشحن الطلقه نفسها. ما هي فايده. اوه شو الجو من هنا. طبعا النظام سلو موشن بس ما يجي الا بس على السنايبر، هو الوحيد اللي يسوي المهارة هذه. نفجر جنبهم هذا عشان نقدر نتجاوز. اوكي هذا هذه هج. نحاول في الجهة الأهلي. يلا يا ابني تعال 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 عقب عقب. ايوه الحين هو بيموت لكن باخذ سلاح اللي معه وبعد لازم جلد. شوفون كيف دائما الحوش كبير ذولي، او خلينا نقول الميني بوس ذولي اذا قتلتهم تاخذ اسلحتهم. شوفون اكس بي اللي فوق هذا، هذا اكس بي. كل ما تقتل حوش اكثر كل ما تقتلهم هيد شوت، تقتلهم باي طريقه كانت راح تاخذ اكس بي زياده. فنحاول قدر الامكان نوريكم يعني نظام اللعبة كذا كيف. طبعا القصة انا اشوفها رهيبة صراحة. طبعا هنا مكان كم طريقنا. افتح الطريق يا بوي. والله صراحة انا لعبت القصة حقتهم رهيبة رهيبة. طيب نكمل طريقنا. فزي ما تشوفون انا ودي اوريكم اللقطة هاي صراحة. انا زعلت من طريقة مدوي هذا. خدعة انه خدعة. خلاص نابع عقب الخاصية المجرية هذه صاير فتاك.
stay down. انا بحط سنايبر ابغاك بالطلقه تصديق رهيب يا اخي. هي تجي عشوائيه كذا عرف لما تطلق كثير زي كذا تجي طلقه واحده. نحن نحاول تحطها في اماكن حلوه يعني. احيانا اذا كانوا صفين ورا بعض كثير تجي لقطه مجنونه. اوكي مسحنا ام الساحه ولا هذا يحاول انه يطلع من جديد ام لازم صحيح. In here. ايوه شكل الساحه ذي فيها مشاكل. ايوه طبعا هذا يحيي الوحوش ويعطيهم قدرات قويه كذا. خليهم سريعين في المشي حقهم. بنحاول ايش ان انا اطرح هذا. أنا اللعبة عجبتكم يعطيكم العافية مشاهدة. اللي ما اشترك اشترك في قناة ستمبيش. يشوفكم ان شاء الله في مقطع جديد. سلام.